عندنا حاجات كتير عندنا اعتقد، حاجات كتيرة قوي. والموضوع دسم. ولكن في البدايه خلينا نقول انه اعلن الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف وقداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه المرقسيه عن دعم مبادره رئيس الجمهوريه بدايه جديده لبناء الانسان، والحقيقه بتهدف الى الاستثمار في راس المال البشري والعمل على ترسيخ الهويه المصريه من خلال تنفيذ برامج وانشطه وخدمات متنوعه تشمل كل الفئات العمريه وتغطي جميع محافظات الجمهوريه. كمان عايزه اقول لكم ان فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رحب بالمبادره الكريمه اللي اطلقت برعايه كريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه تحت شعار بدايه جديده لبناء الانسان، اللي بتهدف الى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمه ليه في مجالات التعليم، الصحه، الرياضه، الثقافه، وتيسيرها للمواطنين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجدده، وده طبعا لاستعاده منظومه القيم والاخلاق المصرية الأصيلة اللي تليق بتاريخ هذا الشعب ودينه وحضارته. أنت شايف إن الموضوع مهم المصري جدا محتاج لاستعادة هويته؟ طبعا احنا عندنا خصوصا الأجيال اللي طالعة دي عندهم فقد تام للهوية المصرية صح؟ بكل الأشكال. موضوع طب حلو جدا. شايف إنه ده ممكن يحصل؟ طبعا يعني والله لو تم إن احنا نشتغل على العقلية بتاعت النهاردة، العقلية بتاعت 2024 بالتكنولوجيا والاي اي وكل الكلام ده كله، أعتقد إن احنا بالظبط نقدر ما بشكل تبقاش كبير. مبادرات كلام ما بس بقاش كلام بس، عشان برافو عليك، الجيل تطور جدا جدا جدا. ويبدأ يواكب. ولكن بعيدا عن هذا الموضوع، مبادرة جيدة جدا. عايز أسألك سؤال، وكالعادة أنا لما بغلب في أي حاجة من راجل وست بتفاجئني بجيلك. بتفاجئني على الهواء. اتفضل. تابعتي قضية أو ترند عروسة كفر الدوار؟ سمعت عنه. سمعت. أحكي لك باختصار شديد جدا، والسادة المعدين بقى يستحملونا والسادة المشاهدين والسادة أيضا. المشاهدين عشان اللي ما يعرفش برضو في يعرف دقيقتين معاه. بساط، أيوه يلا هو بينا. في ميك اب ارتست نزلت فيديو لعروسه فول ميك اب ولابسه فستان ابيض في خطوبتها، وعريسها داخل ولكنه مش لابس بدله، هو لابس قميص وبنطلون عادي جدا. كويس. العروسه اول ما شافته بدات ان هي تعيط وتبقى حزينه جدا، وبان للساده المشاهدين ان مغصوب عليها الجواز. فبدات بقى الكلمات تكتب انتوا لسه بتخصبوا العروسه على البتاع، ما يشغلكيش يا حبيبتي، و و وكلام كتير من الناس ورواد السوشيال ميديا. ماشي. عشان نكتشف ان العروسه كانت زعلانه واتضايقت كل المضايقه دي عشان العريس ما كانش لابس بدله. بس. بس. المهم بقى جالك في الكلام، العريس نفسه طلع تصريح قال يا جماعه انا ضحيت بالبدله عشان خاطر اقدر اوديها للميك اب ارتست اللي هي نفسها فيه، ما كانش معايا فلوس اجيب بدله. يا وديت جبت حبيبي. لها فستان ووديتها للميك اب ارتست، تمام؟ والعروسه يعني طلعت هو مش امبارح لابس بدلة؟ لا ما لبسش ما بدله لبسش بدلة؟ عشان خاطر يوديها ضحى. للميك اب ارتست ضحى. العروسه من اول امبارح طلعت قالت ان هي يا جماعه لا بتحبوا الموضوع اتفهم غلط. ده طبعا وسط هجوم كبير جدا من رواد السوشيال ميديا او ما يسموا بالسترونج اندبندنت وومن على هذا العريس. السؤال هنا بجد بجد، السؤال هنا هو ايه اللي حصل للست بجد؟ او ايه اللي حصل يعني في كفر الدوار؟ هي قريه والناس بسيطه وشكلهم على قد حالهم. اللي اعتقد ومعتقدي الشخصي الحاجات دي ما بتفرقش معاهم، الشكليات والمظاهر والفيديوهات ونصور ونطلع ترند، الحاجات دي بتاعت اهل المدينه. قبل التليفون والتيك توك والثقافه اللي بتتفرض بالغصب على الستات. انت عارف انا ناصره الرجال طبعا، انا عارف يعني ده راجل يتشال على الراس اللي ضحى ببدلته عشان يوديها للميك اب ارتست اللي هي نفسها فيها. ايه بقى اللي حصل؟ وخليني اقول لك ان مش بس عروسه كفر الدوار، دي حاله منتشره، فكره الست اللي ما عادتش راضيه باي حاجه الراجل بيعملها، عايزه والست الاكتر والاكتر. والست اللي بتتعامل مع الراجل ان هو جاي يكون لها نفسها ويحقق مصباح لها علاء الدين. احلامها، مصباح علاء الدين. لا الراجل مش كده، الراجل مش كده، الراجل سند وظهر ولازم تشاركوا بعض. هو مش جاي يشيل كل حاجه لوحده، هي لازم تشيل معاه. خصوصا النهارده. عشان كده انا دايما بلجأ لك. انت بتقولي كلمه حق. ده حقيقي. مشاهدينا نتمنى يعني ان الضوابط والحاجات البسيطه دي يعني نبدا ان احنا نخلي بالنا منها، وترندات السوشيال ميديا نفكر ونشوف ونسال قبل ما نعمل ترند وقبل ما نطلع نشتم في ده ونغلط في ده. هو هوس الترند ده لازم لازم يخلص. شوفوا حاجه تانية تسلوا بيها. صباح الفل.